وهيجيبوا طبعا مسيرة القطع الأثرية بقى، في قطع أثرية المفروض إنها ثمينة جدا جدا هتتعرض في المتحف ده، فقول لنا بقى إيه القطع اللي هي سبيشال إديشن زي ما بيقولوا؟ شوفي السبيشال إديشنز والحاجة اللي هي الأرتيفاكتس اللي هي يعني ليس لها نظير وثمينة جدا، أهمها القناع الذهبي بتاع توت عنخ آمون الماسك دوت. ده القناع دوت فيه تقنيه عاليه جدا في الصناعه. توت عنخ آمون الشخصيه الرئيسيه، هو البطل بتاع المتحف صحيح. ده حقيقي يعني، حتى الاوبرا اللي استاذه ياسمين ذكرتها دي المزمع عزفها في الافتتاح هتكون اوبرا توت عنخ آمون. برضه نتكلم حياه الملك الصغير، ملك حكم 9 سنين وهو عنده 9 سنين ومات عنده 18 سنه، ومع ذلك ذكراه لا تزال حاضره بقوه في كل انحاء العالم. سايب بصمه كبيره، سايب بصمه كبيره جدا حتى الان متواصله. عشان كده يعني هتعزف الاوبرا دي، ودي اوبرا مصريه يمكن من منذ ما يقرب من 150 سنه من الاوبرا اللي عزفت في افتتاح قناه السويس، لاول مره تتعمل اوبرا مصريه، مؤلفها مصري الدكتور حواس، وطبعا هيكون حازم هتعزف في الاول في دار الاوبرا المصريه ثم الافتتاح. الافتتاح نفسه يعني تم يعني تنظيمه او تم اسناده لاحدى اكبر شركات اللي هي متخصصه في الافتتاحات الثقافيه، لان الافتتاح مش هيكون مجرد يوم، لكن هو ما بين 10 و12 يوم افتتاح، تذاكر مميزه في الدخول، كل ملوك وامراء ورؤساء العالم والمهتمين والشخصيات الثقافيه والسياسيه والرياضيه هيكون حاضرين في الافتتاح دوت. احداث مهمه جدا تتناسب مع قيمه المتحف المصري الكبير والاضافه المؤسسه الثقافيه دي، اللي هي كمان مزوده يعني بالاضافه عرض اثري مهم جدا في المدخل خالص موجود المثال المعلقه. مفيش متحف زي ياسمين وأستاذة سلمى في العالم فيه العرض دوت. مثال رمسيس الثاني تم جلبها من تانيس في شرق الدلتا، 18 متر او 20 متر ارتفاعها، لاول مره خرطوش الملك بيظهر على القاعده اللي من خلالها بتتم الزياره من عند ميدان المثال دوت. بتشوف خرطيش توت عنخ الملك رمسيس الثاني بقالها 3300 سنه مختبئه، اللي كانت على قاعده حجريه. بعد كده واجهه المتحف ان هي حائط طوله 600 متر وارتفاعه 45 متر عليه باللغه المصريه القديمه الخط الهيروغليفي، خراطيش باسماء الملوك والحكام في مصر القديمه، ثم ياتي البهو العظيم. البهو العظيم دوت او الفناء العظيم دوت اوله رمسيس الثاني، رمسيس بطل تم نقل طبعا رمسيس الثاني اللي حضرتك عارفه طبعا، وحضرتك ذكرت ان هو نقل اكثر من مره من ميت رهينه سنه 54 ثم 2018 من باب الحديد الى ميدان الرمايه، ثم نقل اخير لبهو المتحف تمثال وزنه 83 طن لرمسيس الثاني الملك المشهور البناء المعمر المحارب القائد، يعني حكم حوالي 70 سنه او 69 سنه، عنده في كل شبر في مصر في اثر بيحمل اسم رمسيس الثاني، صاحب المعبد الكبير بتاع ابو سمبل في ظاهره تعامد الشمس مرتين 22 اكتوبر 22 فبراير. كمان التمثال دوت تم توجيهه برضه قدام ابداع المصري اللي هم الاحفاد اللي هم احفاد المصريين القدماء، ان هو برضه في نفس التوقيت دوت الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير. بعد كده بعد الفناء دوت، وفي كمان بالاضافه لتماثيل ملوك مصريين وبطالمه اخرين في نفس المنطقه دي، في الدرج العظيم. الدرج العظيم دوت 60 تمثال لملوك ولمعبودات من مصر القديمه بتحكي الحضاره المصريه القديمه من خلال الملكيه والمعتقدات والديانه والمعبودات والارباب، يعني اروع ما يكون. ينتهي الدرج العظيم بالنافذه الكبرى او نافذه التجلي دي بتربط المتحف بالخلفيه اللي هي الاهرامات، هنا يقف الزائر ياخد صوره كان الهرم بالظبط ورا ظهره في المكان دوت، ثم يبدا بعد كده في نهايه الدرج العظيم قاعات العرض الخاصه بالملك توت عنخ آمون، ثم قاعات العرض المؤقته والدائمه اللي بتحكي بقى قصص المجتمع في مصر القديمه، الازياء والمجوهرات والحلي.